السلام عليكم، يسعد اوقاتكم، اهلا وسهلا فيكم بفيديو جديد، فيديو مختلف عن الفيديوهات السابقة اللي انا بعرضها على القناة. برحب بصديقي يحيى. نحن حاليا عم نتابع مباراة منتخبنا السوري امام منتخب ايران. للأسف اداء غير مقبول بالشوط الاول، خسارة بنتيجة هدفين دون رد مع تراجع وضعف من مستوى لمنتخبنا السوري، وهدف الدقائق الاولى من عمر اللقاء يعني بصراحة عم يكون هدف قاتل ضارب لمعنويات المنتخب. اهلا وسهلا فيك صديقي يحيى، برحب فيك وبتشكرك على ظهورك معي بهذا الفيديو. ان شاء الله بالايام القادمه حيكون في عنا كثير تعاون بهذا النمط من الفيديوهات. اهلا وسهلا، اهلا فيك زميلي براس. صدمتنا كبيره بالمنتخب، ولكن اداء متوقع، اداء متوقع اللي صار خايفين منه. صار صدمه بالدقائق الاولى، يعني توقعنا ان المدرب عم يدخل بتشكيله 5-3-2 اعتماد على الكثافه الدفاعيه، 3 قلوب دفاع وظهير اليسار مؤيد عجان وجهة اليمين يوسف الحموي، لكن للأسف دائما بعالم كرة القدم الهدف في أول الدقائق بيكون ضربة معنوية لفريق اللي عم يتلقى الهدف. نتمنى يكون الشوط الثاني مغاير للشوط الأول اللي ظهر من خلاله منتخبنا. عم نشاهد مود المواس عم بتراجع على الخلف حتى يستلم الكرة، تحركات رائعة من محمد عثمان، لكن منتخب إيران ضغط عالي عم ينفذ على اللاعبين بأكثر من لقطة وبأكثر من مشهد، يعني ضغط عالي كثير من لاعبي فريق ايران. بصراحه فريق عالمي ما بيرحم. شو رايك صديقي؟ فريق عالمي ما بيرحم، وغير هيك نحن في شيء معنا عم نتجاوزه، وهي انه الفكره تبعت خروج من الكره والضغط العالي من اللاعبين، الخروج من الكره، الاحتفاظ كثير من الكره، نفسيه اللاعب السوري، نفسيه اللاعب السوري اللي هو عم يحس حاله اصغر من اي مباراه دوليه عم تنقام، بحيث انه عم يكون فريق مهزوز، فريق مردود، ما يعني بتحسنا قبل ما ننزل عن المباراه كامل حماش، لما يستلم الطابه ما يعرف يلف لاعب، سائر كروما ما يعرف يتمركز، تحركات اللاعبين برات خارج الكره، ما كله هذا ما عم يتطبق صح. نظريا ممكن يكون من المعلول شغل صح، ولكن عمليا المنتخب عم يفاجئنا كثير. طبعا نحن جدير بالذكر للتوضيح، نحن ندعم ونحب جميع لاعبينا، نحن مع المنتخب الخساره قبل الفوز. نحن وقت بننتقد بنحكي بس للاداء، نحن ما بننتقد كشخص، نحن بننتقد كاداء من حبنا للاعبين ومتابعتنا للاعبين، يعني اللاعبين من اعمارنا، بجوز نحن اكبر منه لبعض اللاعبين من اجيالنا شباب، بالعكس نحن بنحب نتمنى يكونوا بافضل اداء وبافضل نتيجه. يعني نحن بصراحة لاحظنا كان في عنا تحركات لمحمود المواز، نشيط هذا اللاعب عم يستلم كرة، كان في عنده تلقي للبطاقة الصفراء، يعني أنا بصراحة ما كنت بتمنى إنه يتلقى بطاقة صفراء، بس بصراحة اللاعب هو لاعب محمود المواز من فور الدم وبتحسه من دفاعه الزايد، يعني قتالية تبعيته بياكل بطاقة صفراء. عنا عرضية سائر كروما، السرعة اللي كانت عنده، في عنا رأسية عبد الرحمن بركات، هاي بعض اللقطات أو الفرص اللي كانت مميزة لمنتخبنا بالشوط الأول. تمام. في عنا الهدف الثاني، أنا بصراحة ما حبي للاعب عمر ميداني، أنا متابع جدا لأخباره، الهدف الثاني اللي كان من الحارس لخط الهجوم مانو بالفورمة، يعني اليوم أكثر من طابي يعني صعب انه يهديها، صعب انه يقطع الطابه بشكل صح، كان هو يعني العامل غير الموفق كان اليوم بالمنتخب هو اللي اثر بالهدف الاول، سواء الهدف الاول اي فريق، سواء بالهدف الثاني أي فريق بيتلقى هدف اول بالدقائق الاولى بالثواني الاولى بده ياثر، هذا الشيء طبيعي. بعدين ضغط العالي من لاعبي منتخب ايران، يعني شفنا من في لقطه 5 لاعبين عم يضغطوا على حامل الكرة، أغلقين يعني جميع المنافس قدام اللاعبين. هون دور المدافع لما بيكون عندك أنت مدافع صمام أمان، هم بسموه صمام الأمان، عمرو ميداني بلوب ما كان صمام أمان، اليوم بدنا نحن بحاجة لمدافعين جداد. مدافعين غياب الصالح صراحة غياب الصالح عم يكون له تأثير واضح جدا بجميع المباريات. مع حبنا واحترامنا لجميع اللاعبين، نحن ما عم ننتقد أو عم ننقص من قيمة أبدا أي لاعب، نحن بس انتقادنا هو للأداء. ونتمنى يكون الشوط الثاني مغاير، ممكن نشاهد دخول المرمور إياز عثمان، خالد كردخلي مثلا بجهة اليسار، ما بنعرف شو في بباله المدرب التونسي لمين معلول. ما حبنا للمدرب ولجميع اللاعبين، ممكن يكون في عنا تعليمات مغايرة بالشوط الثاني، أكيد الشوط الثاني شوط التبديلات، شوط المدربين شو بيكون في عنا آراء وتبديلات، ما بنعرف. نتمنى يكون في عنا تعادل، أداء أفضل، لكن على العموم أداء المنتخب بهاي المباراة بهذا اللقاء أفضل من لعبة بحرين. لاحظنا في استلام كرة، في تهداية الطابة بشكل صحيح،
في تمريرات صحيحة، لاعبين في ثقة بالنفس أكثر خصيصا بعد الدقيقة 20 من عمر اللقاء، يعني بلشنا اللاعبين يدخلوا بالفورما، يدخلوا بأجواء اللقاء. بس لكن بعض الأخطاء اللي ما تصير، طبعا المباريات الودية هي للتجريب، لكن نحن دائما بدنا الأداء، الأداء ومن ثم النتيجة خلال المباريات الودية. تماما زي من براس، بغض النظر عن النتيجة نحن بيهمنا الأداء. أداء اللعبة مع منتخب إيران بحد ذاتها هي طبعا هي الحالة إنجاز. منتخب إيران ما له سهل، غني عن التعريف، منتخب صعب معطوف. ولكن هلا بيهمنا أنه نجرب أكبر عدد من اللاعبة. التساؤل عن محمود البحر، التساؤل اللي عم يكون هو عدم وجود اسم اللاعب محمود البحر هداف الدوري حاليا، عدم وجوده بالقائمة. ممكن يكون في عنا فرصة لباقي اللاعبين بالإشراك مثل اللاعب مارديك مارديكيان، ممكن هلا ما بنعرف شو نزل لاعبين ببداية الشوط الثاني. مساحات لهلا موجودة بدفاعنا، كرة بالدقيقة 46 وضرب الدفاع من العمق عم يكون بكرات وباصات سهلة بصراحة، يعني ما بتلاقي غير الكرة صارت عند مهاجم منتخب إيران بقلب منطقة الجزاء. بتحس اللاعب الإيراني متمكن، متمكن يعني لاعب بيستطيع إنه يتجاوز اللاعب السوري بكل سهولة. وهذا بكل سهولة عتبنا على المنتخب السوري. هون نحن عتبنا على المنتخب السوري إنه مسين واحد يمر مان تو مان، رجل على رجل، لاعب على لاعب، ما ممتلك اللاعب المهاري اللي بيستطيع التجاوز أي لاعب بسهولة بصراحة. هون والجدير بالذكر نقطة هامة، المنتخب الإيراني بتحسه حافظ لاعب زميله بالفريق وين متمركز، يعني بدون ما يرفع راسه لاعب منتخب إيران حافظ إنه زميله رح يكون بهذا المكان. صراحة نحن بعيدين كل البعد عن هذا الموضوع، طبعا ببعض العناصر ببعض اللاعبين. بنرجع بنكرر وبنقول منتخبنا ناقص هلا، ما في محترفين، ما في لاعبين، مباراة تجريبية إن شاء الله ودي، والمعنويات عالية بتكون بالمباريات القادمة يا رب. بدنا عم نلاحظ الكرات اللي عم تكون من الحارس للمهاجم أو الظهير لمنتخب إيران، يعني من حارس المرمى للمهاجم عم تقطع الكرة كل الملعب. لاحظت هاي الكرة، الهدف الثاني اجى هيك على فكرة، الهدف الثاني تلقيناه بهذا الاسلوب، كل تعليمات مدرب. هاي انا اراهن انه المدرب تابع مباراة سوريا والبحرين، الهجمات كلياتها من الجهة اللي اكلنا فيها الجوال هداك هديك اللعبة. بس هلا عن يوسف حموي بدال يوسف محمد، الجهة اليمين يوسف حموي ظهير بهذا المركز، بس في عندنا بطء بالعودة للدفاع. نتمنى من المنتخب يهدي حاله، يعرف المدرب يوجههم بغرفة الملابس انه هذه مباراة تجريبية، ما في داعي للتوتر، ضغط توتر، لعبوا انت مرتاح، لعبوا انت مرتاح، مباراة تجريبية، خلي يزرع بعقلهم هذا الكلام بحيث انه يهدوا حالهم يلعبوا بدون ضغط. ما لازم يلعبنا يلعبوا مضغوطين، ما لازم لعبتنا يلعبوا مضغوطين. هلا باول ربع ساعة للدقيقة 60 اذا ما جبنا اي هدف بتوقع تخرج المباراة من ايدينا، حتى ترجع الروح للمنتخب. طبعا عالم كرة القدم بالدقائق الأخيرة ممكن أي فريق يجيب هدف تعادل، هذا الشيء نحن بنعرفه، بس نحن نفسيا ومعنويا فريق متأخر بيطلع من الشوط الأول أول ربع ساعة هو لازم يكون مالك الملعب. مظبوط مظبوط. المنتخب الإيراني عم يلعب معنا لاعب مفتوح، دفاع متقدم، عم يلعب على المرتاح، عم يلعب بدفاع متقدم، عرفان إنه في ضعف المهارات الفردية للمنتخب بحيث انه ما فينه يطلع بالطابة مزبوط، حتى عم يجبره لحتى يلعب الكرات الهوائية ولحتى انضي عنها. صح، ونرجع لنفس النقطة اللي احنا ذكرناها، هي المان تو مان او رجل على رجل اللي احنا فاقدينها صراحة بالمنتخب. يلا 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 مواس جول سعد. يا حرام هدي حالك يا مواس، حرام. يا رب فرصة مثل هيك، فرص بتجيب جول. يلا حلو 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 ان شاء الله بلشت الروح ترجع. حلو ميداني قتالية. يا حرام هادي لولا ضغط جول. صح الشوطة هاي لولا ضغط جول، لولا ما انه مضغوط ما بتهدر هيك كرة. دقيقة 67 فرصة كتير خطيرة لمنتخب ايران وعرضية، لكن الحمد لله تدخل من الحارس ابراهيم علوي من الدفاع عم يكون في عنا ابعاد لهي الكرة. تمركز اللاعب ما بعرف شو رجع له الطابة، يعني ما بعرف شو عم يكون التشتيت بشكل عشوائي. نزول عنا للاعب يوسف محمد، خروج اللاعب عمر ميداني، عم يكون في عنا ايضا نزول للاعب عمرو جنيات. ميداني الله يعطيك العافية، اداء مقبول، ارتفع المستوى، منك احسن من هيك، نحن تعودنا عليك احسن من هيك، يعني احنا بنحبك تكون افضل من هيك دائما، وان شاء الله المستوى
رح يكون في تحسن بباقي المباريات لجميع لاعبي المنتخب. طبعا انت عائد من اصابه واصابه وغياب ما عم تلعب مع ناديك. يا رب يلا. يا رب حلو حلو بركات. كرات العالي، الاعتماد على الكرات الرأسيه لعبد الرحمن بركات، ابراهيم علمي. اشتقنا لكرات ابراهيم علمي، البوكس، ضربه البوكس اللي تميز فيها. 70 ما في شيء جديد ابدا عن مجريات اللقاء، كرات عشوائيه، تراجع الرتم للمنتخب الايراني، لاحظت اشراك عده لاعبين، عده تبديلات، عم يخفف اللعب فريق منتخب ايران. ان شاء الله يكون في عنا تعادل، اكيد نحن بنتمنى بصراحه، بنتمنى اذا ما قدرنا نسجل تعادل او نسجل هدف ينتهي اللقاء بهي النتيجه، ونجرب عدد اكبر من اللاعبين. نجرب عدد اكبر من اللاعبين، ممكن يكون عندنا تكتيك جديد، صح، ممكن تكتيك جديد، حتى اشراك بعض اللاعبين بعض الاسماء. كنا نحن بنتمنى تواجد محمود البحر، اراء وقرار مدرب نحن بنحترمه على العين والراس. ممكن نلاقي عندنا مشاركه لمارديك مردكيان، ممكن بدل عبد الرحمن بركات، او ممكن يكون مهاجم ثاني اذا حابب يخلص النتيجه. ممكن اخر 10 دقائق يسحب مدافع، ينزل مهاجم، يرجع يلعب. يلا يا رب. باربع لاعبين من الممكن. ارتداد السريع عند منتخب ايران اخي يحيى فظيعين، ارتداد سريع، تعليمات مدرب، يعني كل لاعب حافظ انه زميله رح يكون متقدم، بيرفع راسه بضل راكز بالطابه. عمر جنيات على تنفيذ رمي التماس، دقيقة 76 تقريبا صرنا. انا دائما عم اذكر الوقت حتى يكون في عنا تزامن مع الفيديو نحن عم نشاهده. كرة لمنتخبنا بدقيقة 76 للمواس. مواس لحالة. يا رب. يلا. يا سلام. حرام. منيح شفنا تسديدة على المرمى، تمام. يمكن أول تسديدة على المرمى. هاي أول تسديدة غير رأسيات عبد الرحمن بركات. والعارضة. والعارضة تبعت المواس الأولى. يلا حلو حلو. عم نفتقد تواجد عمر السومة، عم نفتقد تواجد عمر خريبين. عمر خريبين. أكيد في إلهم تحركات، أكيد السومة لاعب قناص بمنطقة الجزاء. زميلي براس، شفت لما بيكون أنت عندك ضغط عالي ما تخاف من الخصم، حتى ولو إنه المنتخب الإيراني المنتخب متقدم علينا بمراحل. بس لما انت فرقت معنا نحن بالشوط الاول لما كنا عم نلعب بدفاع متاخر، عم نطلع من منطقتنا عم نضغط عليهم بملعبهم، عم تفرق معنا، عم تفرق. حتى طبعاً منتخب ايران ممكن يصير عنده اخطاء، صح صح. وفي عندنا تبديل خروج للمواس. الله يعطيك العافيه. الله يعطيك العافيه يا مواس، بنصفق لك يا مواس. نزول لمحمد حلاق، يعني عم نشوف صديقي يحيى انه بدقيقه 78 لاعبي منتخب ايران عم يكون في رياحه بتمرير الكره، بتبادل الكره، عم يستطيع هو الاحتفاظ بالكره اكثر من لاعبنا. ما بعرف هي هاي مهارات فرديه، هاي اسلوب لعب، تعليمات مدرب، مهارات زياده عن تمركز اللاعبين، صحيح، وانسجام. عم يلف اللاعب الاول والثاني والهدف الثالث، ما بعرف غريب الارتداد السريع عندهم، تمركز اللاعبين، دفاع عنا، اشارات الاستفهام. لعبنا هش لاعبين معه لاعبين، في ضعف في ضعف في بكل ضعف. بكل سهولة كيف عم يعطيه البيني، في لاعبين ليكن لاعبين. تسديده جميله كانت من اللاعب كريم انصار يفرد. شوفوا نعم، خلي صفر الحكم، هذا خليه يخلص 3-0. عم نشاهد العقم الهجومي اللي عم يكون عندنا والحلول الهجوميه بغياب السومة، بغياب عمر خريبين. يعني نحن دائما بدنا نذكر هذا الموضوع، 90 دقيقة المباراة هون، 90 دقيقة المباراة الماضية أمام البحرين عم يسجل هدف واحد، والهدف أصلا من علامة الجزاء، عم يكون في عنا إشارات استفهام خط هجوم المنتخب. فنحن بنتمنى يكون في عنا عودة لعمر خريبين للمنتخب، لاعب له قيمته ووزنه بخط الهجوم، وعم يتألق ورجعت الروح لهذا اللاعب مع فريق الوحدة الإماراتي. بدنا تنحل جميع الخلافات، كمان قربت التصفيات، طبعا خلى الخلافات، خلى المنتخب هو الهم. صح صح، انا بايدك بهذا الكلام. ضغط الرسمي، عم ينتهي اللقاء بفوز منتخب ايران بثلاث اهداف مقابل هدف. ما بنتمنى هيك نتيجه ابدا، اداء ممكن يكون مقبول بالشوط الثاني، اداء من بعض اللاعبين كان ممتاز، عثمان، مواس. بتمنى الاخطاء اللي كانت هدف قاتل اولى الدقائق كان ضربه معنويه للاعبين، ومثل ما ذكرت بعالم كره القدم الهدف في اول دقائق بيكون قاتل، هدف الثالث خطا، وهدف الثاني ايضا عم يكون خطا من اللاعبين، خطأين يعني بتقدم لاعبي خط الدفاع عندنا بالمنتخب. يلا هارد لك للمنتخب، هارد لك منتخبنا. المهم نتعلم نحن من اخطائنا، ان شاء الله المعلول يقدر يتعامل مع هاي الظروف هلا لبعدين،
يعرف التوظيف الانسب للاعبين، مين اللاعبين اللي خرج نحطه تحت الضغط، مين اللاعبين اللي ما خرج نحطه تحت الضغط. كل طبعاً هاي امور ان شاء الله هلا ايجابيات ايجابيات من صح، كثير سلبيات عندنا بالمنتخب صح. ان شاء الله ايجابيات تكون منيحه ان شاء الله تفاداها المعلول بالمباريات اللي جاي. لسه الطريق طويل، مباريات وديه، بس كنا نحن بنتمنى الاداء الافضل ومن ثم النتيجه. نحن بدنا اداء، بالنهايه نحن بدنا اداء ما بدنا نتيجه. صح ان شاء الله الاداء بيجي بعدين ان شاء الله يا رب. يا رب بعد تلافي كل الاخطاء اللي شفناها نحن هلا مع منتخب ايران، ومن كل خير منتخبنا ان شاء الله يا رب. ان شاء الله يا رب. بشكركم اصدقائي على المتابعه، بتمنى يكون تغطيه كلامنا خفيف، على فكره تصويرنا عفوي عم يكون يعني بشكل مباشر، ما انا محضرين شيء، ان شاء الله يكون خفاف عليكم. كنا بهذا الفيديو، كل التوفيق للمنتخب السوري بالقادمات. لا تنسونا تشاركونا رايكم تعليقاتكم، حيكون في عنا فيديو تحليل للمباراه اقصر من هذا الفيديو، من هذا الفيديو مباشر نحن عم نصوره، نذكر شوية التفاصيل اللي صارت باللقاء. بشكرك صديقي على الظهور معي بالفيديوهات، ان شاء الله في عمل في تعاون كثير بالفيديوهات الجاي ان شاء الله يا رب، افكار يا رب. والسلام عليكم.